الله هاي مال اسيا. الله والله مال اسيا هاي 2007. ايه والله العظيم. شو تقول هنا بهاي اللقطه؟ الله تر وش اقول؟ ايش افتر عليه؟ شو تقول؟ يعني انت شلون انت جميل. هذا مال اسيا، هذا ملعب اندونيسيا. جميل هذا ملعب بالنهائي. اه بالنهائي كنا نغني على العراق، كنا نحبك يا عراق يا ابو الغيره يا عراق، فدوى لاسمك يا عراق، فدوى لعمرك يا عراق، كلها صيح يا عراق، فدوى لعلمك يا عراق، الله اكبر يا عراق. او هذا رسلان العراق وقناه الايام العراق. يعني هاي 2007 من قول يونس دقيقه 70 و54 ثانية من رجل هوار الراسة. جميل. العراقيين توحدوا. صحيح. وقلت لك اسعاس هاي باندونيسيا. صحيح. قلت لك الدوري. ايه. قلت لك احنا 140-145 ما حد يطب الاندونيسيا، اي عراقي ممنوع. امر الحكومة يقول لك لو يطب الاندونيسيا وين يعبر؟ استراليا. ممنوع. جميل. بس احنا دخلنا بكفاءة السفارة العراقية باندونيسيا. جميل. خذوا جوازاتنا من نطلع نطير وياهم. حتى مت اي احنا 145 واحد طرنا من ماليزيا وجاوا وياي. جينا الملعب قلت لك الدوري ما عليه. هذا ولا اندونيسيين واحنا عبتنا السعوديه واحنا جمهورنا قليل، وهم تقريبا متعاطين ويا السعوديه بيتم الاعلام الجاري هناك. قلت له مالي شي منك، سوي لي شغله فقط. انا يعوف تشجيع علي. انت افتر لي بالملعب وبيدك العلم العراقي والعلم الدوري. إيه. والعلم الاندونيسي. وصيح باكدوش اندونيسيا باكدوش، يعني شنو الشعب الطيب؟ الشعب الطيب كله قام يصيح عراق. حلو. ناجي حمود يعني جبتوه من منطقتكم. ايه ناجي حمود. ايه. الله يوفقه ان شاء الله عمره طويل. ايه. قال حست اهل النجف. ايه. قال شابوه فرات اوسط شابوه تسويت لهم خليتهم يصيحوا. قلت له ابو سلام عوي الشغله يمي حط الخبز الخباس. اي والله ابو صالح المهدي كل واحد شغلته.